نشرب منه ونغيه ما وراءه، وبالتالي هم ما يستطيعوش يصلوا الى الماء. وطبعا تخيل الماء ده سلاح قوي في المعارك، يعني الجيش اللي يفقد الماء يبقى انتهى اتدمر. وده اشار عليه الحباب بن جبهان الرأي واستجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده عشان يعلمنا انه وان كان نبيا ورسولا ومن اولي العزم من الرسل وخاتم الانبياء والمرسلين واحب خلق الله الى الله، ومع ذلك يقول اشيروا علي ايها الناس. مش يجي واحد يقعد يتنطط على الناس ويقول لا انا رايي القران الكريم لا ياتيه الضرب من بين يدي من خلفه، ولو حد اعترض عليه يبقى اما السجن او المعتقل او القتل او ما ينفعش. الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى اليه يقول اشيروا علي ايها الناس. المهم حتى لا اطيل، المهم ان النبي عليه الصلاه والسلام بعد ان اطمأن الى الجيش وبدا يحسنه في ميمنه ومعهم لواء ميسره ومعهم لواء وسط و الى اخره، قالوا له يا رسول الله احنا سايبين ناس كتير في المدينه ما يعرفوش ان الحكايه فيها معركه، ما يعرفوش ان فيه قتال، ده فاهمين ان هم طالعين وملاقات العيال، واحتمال كبير ان يعني الهزيمه تبقى من نصيبنا، يعني لان مفيش تكافؤ، احنا 300 وشويه وهم 1000 وشويه، فاحنا هنبني لك مكان تركض المعركه وتبقى شايفها وتتابعها، بحيث لو حصل الهزيمه تعود الى اخواننا هناك، ترجع لهم في المدينه عشان يعني يحولوا النصره مره اخرى. وقد كان العجيب بقى، شوف بقى الكرم الالهي، عشان لما نقول لك ان اذا اراد الله تعالى شيئا فلا رد لمشيئته، انت كنت عاوز حاجه وانا كنت عاوز حاجه، لكن رب العالمين يريد شيئا اخر اللي فيه مصلحته ومصلحتك، بس احنا مش عارفين، انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. فشوف حد في هذا الكرسي يقول يا رب العالمين انا اريد وانت تريد، انت تريد وانا اريد، ان سلمت لي فيما اريد ارحتك فيما تريد، وان لم تسلم لي فيما اريد اتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون الا ما اريد. على حد قول القائل ده الامر امري ولا التسليم تسليمي ولا الامور التي تجري بتقديري، لي خالق بارئ ما شاء يفعل بي احاط بي علمه من قبل تصويري. الامر كله لله، قل ان الامر كله لله. يقول الله صلى الله عليه وسلم، شوف بقى بعد ما احنا عايزين المكان ده، ياتي الحق سبحانه وتعالى. تخيل انت كده، عيش كده مع لحظات في اجواء معركه. ده اللي عنده امتحان الصبح ما بينامش، لا دول ربنا يبعت لهم نوم. اذ يوشيكم النعاس امنا ويوشيكم الشوشاو. هو في غير القران كان ممكن يقول الشوشاو يوشيكم، النوع من المبالغه في ادخال النوم عليهم. ناس جيش واقف وملاخات جيش ويجي له نوم. ايوه يا ولد ربنا كده، النوم ده يبقى فيه سكينه للمؤمنين، فيه امنه للمؤمنين، اذ يغشيكم النعاس امنه منه. دي واحد. اثنين، وينزل عليكم من السماء ماء. في ليله المعركه تنزل مطر، يبقى في رجال المسلمين ويثبت الاقدام وينيم التراب عشان ما يبقاش فيه غبار على المسلمين. وفي جانب المشركين يبقى وحش لو ركب زي ما بيقولوا يعني. وينزل عليكم من السماء ماء. ها؟ ليفصلكم. باقي دقيقه؟ طيب. يقول لي بقى يا حاضر. اذ يغشيكم النعاس امنة منه. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. وللحديث بقيه والله اعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وشكرا لكم.